السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أخوكم محمد الكتبي من فريق جيمز ماسترز. نتكلم على لعبة بيبر ماريو ذا أوريغامي كينج على النينتندو سويتش، صدرت تاريخ 17/7/2020. طبعا هذه سلسلة قديمة من ألعاب ماريو اللي هي بستايل الـ RPG، مش الألعاب اللي معتادة أو الألعاب اللي نحن تعودنا عليها أنها تكون بلاتفورم وغيرها من هالأشياء، وماريو كارت وماريو بارتي من هالأشياء. هالسلسلة يمتد تاريخها على جهاز النينتندو 64 في سنة 2000، نزلت منه بيبر ماريو، وبعدها على سنة 2004 نزلت بيبر ماريو The Thousand Year Door على الجيم كيوب، وعلى النينتندو الوي نزلت 2007 بيبر ماريو أو سوبر بيبر ماريو. في سنة 2012 نزلت على 3DS باسم بيبر ماريو ستيكر ستار، وبعدها على الجهاز المظلوم جدا من نفس الشركة اللي هي نينتندو بيبر ماريو كولور سبلاش على الويو سنة 2006. طبعا نظام اللعب في هذه السلسلة أو نظام اللعب في هذا الجزء تحديدا جميل جدا، وفي الفايت أو في البتل يكون عندك مثل ما تقولون اللي هو نظام بازل قبل البتل، تساوي الصف الأول أو الصف الثاني أو مجموعة من المينيونز عشان تخلص عليهم ضربة واحدة. يختلف التوزيع ما بين مربع أو خط أو غيره، والبوس باتلز وغيره، وايد أشياء جميلة في هاللعبة. طبعا أنا ما خلصت اللعبة، هذه نظرة سريعة بس نعطيكم انطباع بسيط عن اللعبة، واللي ما عارف اللعبة يجربها يعطيها فرصة ما بيتندم عليها. كان معكم أخوكم محمد الكتبي، مع السلامة.